في بلدهم الثاني، الميدان ميدانهم، ومرحبا بهم في هذه التظاهرة التراثية الكبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحب الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، يتجدد اللقاء بحضراتكم. شكرا لزملائي المعلقين الذين تواصلوا في كل الأشواط الماضية، في أشواط الأثارة، في أشواط الحماس، في أشواط الرموز، في هذه الأمسية الجميلة في ميدان الشحانية، وسن الإذاع، سن الإبداع والإمتاع في هذه الانطلاقات في عالم الأصالة والتحدي. نسير مع هذا الشوط وهو ثامن أشواط هذا المساء الخاص بالجعدان الإذاع. نسير مع هذه الشعارات التي تشكلت في ألوانها، نسير مع المركز الأول، السيطرة على مقدمة الشوط، الانطلاق مع مداهم الذي ينطلق بالمركز الأول. تعود ملكية السيد محمد بن عنزام بن محمد النعيمي، يقود المشاركين ويتحدى المنطلقين، يلي في المركز الثاني ويندفع في ثاني المراكز بهذا الاندفاع القوي والجميل الذي يحمل النايف. وياتي محمد بن سعد بن غريب الشمري الذي ينطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتواجد مطرب في المركز الثالث كاظم بن علي بن حمد بن مبارك الذي ينطلق على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يتقدم في مكلف وعلي بن ناصر بن سعيد الشيبة الذي ينطلق في رابع المراكز، بينما المركز الخامس يتواجد في خامس المراكز العابر تعود ملكية محمد بن علي بن حمد العذبة الذي يأتي في هذا الانطلاق. يا سلام، هذه الأسماء وهذه الشعارات الخمس المراكز المنطلقة في شوط الجعدان، المنطلقة بالآمال الكبيرة بحثا عن الناموس وعن سيارة هذا الشوط والزعفران في هذا الشوط، في هذا الكم الهائل وفي هذا السيل الكبير في هذا الملتقى الخليجي مع عالم الأصالة هنا في الشحانية وفي ميدان التحدي. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى الانطلاق الأول. شوف الكوكب الثلاثية هناك يتصدرها ويقودها والباحث عن الناموس ويتحمل مسؤولية هذا الشوط، يقود المشاركين ويتحدى المنطلقين في هذه اللحظات الذي يسيطر على مقدمة الشوط. دهمان يقود المشاركين مع محمد بن عنزان بن محمد النعيمي الذي يقود المشاركين ويتحدى الجعدان بن عنزان مع هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني يا سلام بدأ التحرك وبدأ ير الشوط وبدأ الانطلاق من هذه اللحظات. مكلف بهذه المهمة، كلف بن انتزاع السيارة والناموس، وياتي علي بن ناصر بن سعيد الشيبة الذي ينطلق بالمركز الأول ويغير إلى المقدمة، بينما المركز الثالث يتقدم النايف في ثالث المراكز، وياتي محمد بن سعد بن غريب الشمري الذي ينطلق على المركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع المراكز يتحرك، وياتي المطرب وكاظم بن علي بن حمد بن مبارك الفهيدي الذي ينطلق على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصول على خامس المراكز اسم جديد تقدم إلى المركز الخامس ووصل مياس وعلي بن حمد بن سيف ايش بالأصلي الشامسي وصل على المركز الخامس. الخمس المراكز دائرة الأرقام المذاعة، ولكن خلف الخمس المراكز ياما من الأسماء المدفونة في هذا الكم، في هذا السيل من الجعدان الذي توافد على المشاركة في ميدان الشحانية
في هذا المهرجان الغالي في هذه الانطلاقات، انطلاقات الأصالة والتحديات والناموس. وهذا الملتقى الجميل عود مرة ثانية لندان الثالث ليعود مع مكلف، مكلف الذي يقود المشاركين وينطلق بعرض تلقائي وعرض ذاتي حتى هذه اللحظات، يسيطر على المقدمة ويأتي علي بن ناصر بن سعيد الشيبه الذي يقود هذا المسار، يقود هذا الانطلاق مع مكلف ويسيطر على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني يأتي في ثاني المراكز مشاهدين الأعزاء ويغير من المركز الخامس مياس إلى المركز الثاني، ويأتي علي بن حمد بالأصلي الشامسي مشاهدين الأعزاء الذي مخدم سلالة مياس العريقة على المركز الثاني. بينما المركز الثالث يتقدم المطرب في المركز الثالث وكاظم بن علي بن حمد بن مبارك الفهدي الذي ينطلق مع المركز الثالث في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع يتقدم فيها ويأتي في دهمان تعود ملكية المحمد بن عنزان بن محمد النعيمي على المركز الرابع. أشوف المركز الخامس الذي بيأتي وبينضم هناك إلى التنافس والتحدي في مسار هذا الشوط وتحدياته الجميلة والرائعة على أرضية ميدان الشحانية. ما شاء الله تبارك الله، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الانطلاق الأول. ومكلف، مكلف مدي المهم الذي كلف بها الذي انطلق إلى المركز الأول. وعلي بن ناصر بن سعيد الشيبه الذي ينطلق بالمركز الأول الذي يندفع على المركز الأول مسيطر على المقدمة رغم مشاركات الجعدان الكبيرة والكثيرة، ولكن يقود المشاركين بتحدي وبمسار جميل حتى هذه اللحظات. آلية في الابطان ما حرك ابدا ابدا. المركز الثاني مع بالاصري المركز الثاني ياتي في مياس، وعلي بن حمد بالاصري الشامسي يقدم لنا مياس. بينما المركز الثالث المطرب في المركز الثالث تعود ملكية الكاظم بن علي بن حمد بن مبارك الفهيدي الذي ينطلق في المركز الثالث. الله يا الثلاثية بدون اي أوامر، ولكن خلاص خلاص من الصبر بتبدأ الأوامر. والكيل الأخير والخطير والمثير في مسار الجعدان. الله قربت السيارة وقرب الناموس وقرب الزعفران وغير الفهيدي هناك مع المطرب كاظم بن علي بن حمد بن مبارك الفهيدي على مقدمة الشوط. وبالأصلي في المركز الثاني، في المركز الثاني مقدم مشاهدي الأعزاء مياس، مياس. ولكن شوف القدوم في هذه اللحظات، اسم جديد وصل شاهين، وصل شاهين حمود بن سعيد بن مبارك الوهيبي، الوهيبي الوهيبي حامل الامال لاهالي السلطنه في السلامات في هذا الشوط. يلا يا الوهيبي، ولكن شوف القدوم، شوف الاسماء وشوف الامتار الاخيره. مشرف 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 حمد بن فرج بن راشد المنصوري، المنصوري المنصوري، راح المنصوري، راح المنصوري يا الاهالي الغربيه في دوله الامارات. يا سلام اشكرك يا المنصوري، مشرف مشرف مع المتحدث الغربي. يا سلام، هذا هو، هذا هو مشرف، مشرف شرف بالناموس وشرف بالانطلاق. تهانينا محمد بن فري بن راشد المنصوري على انتزاع السياره والناموس والزعفران في هذا الشوط. شاهين في المركز الثاني، حمود بن سعيد بن مبارك الوهيبي. بينما المركز الثالث وصل فيه الفارس لسعيد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار المري. المركز الرابع من وصل في رابع المراكز برق لسالم بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي. والمركز الخامس، المركز الخامس وصل في خامس المراكز شاهين لصالح بصغير بن عبد الله العامري. هكذا كان هذا الشوط وكانت الأثارة والحماس القوي في هذا الشوط، ولكن حمل السلامات والناموس مشاهدي الأعزاء اللي هو مشرف تشرف بالناموس وبالسيارة والزعفران والنقطة الثمينة في ميدان الشحانية في هذا المهرجان الغالي والجميل. نعود إلى ملخص الشوط ونعود لهذه اللقطات الجميلة في بداية
هذا الشوط الذي حسم أموره وتقدم بالمركز الأول وبالانطلاق الأول في هذا الشوط اللي هو مشرف محمد بن فري بن راشد بن عبيد المنصوري. توقيته الزمني نشوف مشاهدينا متابعينا الكرام 9 دقائق و20 ثانية و57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما المركز الثاني وصل في المركز الثاني مشاهدي الاعزاء شاهين لحمد بن سعيد بن مبارك الوهيبي، قطع المسافة في 9 دقائق و22 ثانية و69 جزء من الثانية. بينما المركز الثالث الذي وصل في ثالث المراكز اللي هو الفارس وتسعيد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار المري، قطع المسافة في 9 دقائق. المركز الثالث الذي وصل في ثالث المراكز مشاهدي الاعزاء اللي هو البرق لسالم بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي، قطع المسافة في 9 دقائق و24 ثانية و22 جزء من الثانية. تهانينا.